اسمح لي أولا أحيي كل ضابط عراقي من الجيش السابق البطل، وكل جندي وكل مقاوم بطل. أنت وسام شرف على رأسنا وعلى رأس الأمة جميعا. يا رمز الحرية، يا رمز الكفاح، ما هو لازم لازم يصدر أموالكم، لأنكم أبطال دفعتوا عن الأمة، دفعتوا عن كل أحرار العالم. لازم الأوباش، لازم الجبان لما يمسك سلاح يعمل فاسياد وكده. يا أندال، أنت كنت في يوم من الأيام بتتمنوا تتصوروا جنب حذاء ضابط عراقي. يا أندال، ضابط عراقي يا أندال، عيشكم في حرية وفي كرامة. كنت بتمتلك إرادتك وكرامتك، لا كان عندك ميليشيات ولا كان عندك تنظيمات ولا كان عندك خراب ودمار. يا خونة، يا خونة، أنتوا دمرتوا الدنيا يا خونة. رحيلكم النهاردة أصبح ضرورة ملحة يا خونة. قتلتوا ملايين، نشرتوا الفساد في المنطقة العربية بحالها، أنتوا والميليشيات الإيرانية يا خونة. انتوا مالكمش مكان في وطننا ابدا يا خونة. والله لا تدفعوا الثمن، والله هتدفعوا الثمن عاجلا ام اجلا يا خونة. كنتوا الامة ودمرتوها. ضباط الجيش العراقي ناس وطنيين يا خونة. احنا دورتوا التاريخ، بندرس لاولادنا الاطفال، بنعلموهم ان هم اللي دفعوا عننا في فلسطين طول العمر، بيدافعوا عننا واحنا منهم وجنودهم وابنائهم، وبنعلنوا علنا ان احنا مع الجيش العراقي السابق البطل، ونبتسم ولو متنا هنموت احرار رافعين رؤوسنا. تحية الأسر الشهداء، وتحية لكل ضابط عراقي بطل موجود، والخزي والعرل حيدر والاحتلال والكل ميليشياته والتنظيم الدولة اللي من صناعته ومن صناعة إيران يا خونة. وتحياتنا وحبنا لأساتذتنا وعلمائنا العراقيين اللي عاوزين يفتحوا الحياة السياسية وينشروا العدل والتسامح والمحبة. وكل الشعوب معاكم، وكل الشعوب تحييكم مهما قاطعوا الاتصالات ومهما كان هناك تعتيم إعلام. إن شاء الله الحق هينتصر، يقيننا في الله عز وجل كبير، وربنا ينصر الحق.